طاوة الجولة الرقم 24 في كأس الأمير محمد بن سلمان، كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، الدوري السعودي الأكثر متابعة عربيا والأكثر تشويقا والأكثر نجوما والأكثر جماهيرية. هذه الجولة أيضا شهدت إثارة كبيرة، حيث قمة بين الشباب والاتحاد، وكذلك قمة من الزمن الجميل بين الاتفاق والنصر، وكذلك الهلال الذي واجه الرائد بأكبر حضور جماهيري في ملعب الرائد، وانتصار أهلاوي طال انتظاره. عناوين كثيرة جدا، خلونا نشوف أول شيء نتائج الجولة. نتائج الجولة 24، الفتح ينتصر على أبها 3-0، والتعاون والفيصل التعادل 2-2، الفيحة ينتصر على الباطن 1-0، الاتفاق والنصر التعادل 2-2، الحزم يخسر أمام ضمك 0-1، الأهلي ينتصر على الطائي 3-1، الرائد يخسر أمام الهلال 0-1، والاتحاد يفوز في القمة على الشباب 2-0. بعد هذه النتائج خلونا نشوف جدول الترتيب وأوضاع الفرق كيف صارت، شيء تغير ولا ما تغير؟ شوف جدول الترتيب بعد نهاية الجولة 24، الاتحاد في الصدارة ب 57 نقطة، الهلال بمباريتين أقل ب 46 نقطة، الشباب ب 46، النصر في المركز الرابع ب 45، وضمك في المركز الخامس ب 39، الفتح وأبها 31، الفيحة 30، الرائد 29، الأهلي 28، المركز الحادي عشر الطائي ب 26، التعاون والفيصلي ب 25، الاتفاق ب 24 بمباراة أقل، الباطن ب 22 والحزم ب 14. نبدأ بأولى المباريات، حيث كان الفتح بهيا على أبها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذكرت في سنابات عدة لا خوف على الفتح وأصبح متمرسا في فترات معينة من نهاية الموسم. انتصار مهم جدا يبعده خطوة مهمة نحو البقاء بأداء وبنتيجة أمام فريق محترم مثل أبها. مبروكين يا النموذجي. نروح إلى مباراة التعاون الفيصلي، مباراة جميلة ومثيرة، تأتي بالتعادل 2-2. كالعادة توامبا يدخل بقوة في قائمة الهدافين، ولكن هذا التعادل كان بمثابة الخسارة للفريقين، ولكن مع منافس مباشر ممكن تعتبر أن النقطة لك ونقطتين تعطيل للفريق الآخر، بينما الفيحة يزيد من معاناة التعاون بانتصاره بهدف مقابل لا شيء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. لذلك الفيحة انسوا موضوعه بالنسبة للهابطين، الباطن يحتاج إلى عمل وعمل وعمل من أجل ضمان البقاء. والحزم الذي يبدو أنه في طريقه إلى الهبوط، رغم أنه قدم مباراة كبيرة أمام ضمك وكان الطرف الأفضل والأكثر خطورة والأكثر سيطرة، حزم الصمود خسر وازداد موقفه تعقيدا بشكل كبير جدا، واعتقد يعني هذا فريق أدى مستويات طيبة ومباريات طيبة، ولكن في النهاية لم يوفق. هارلك لأهالي الرس، ومبروك لخميس مشيط وأهلها هذا الفريق الرائع اللي بصراحة وجه للتحية. الأهلي أخيرا ينتصر ويفرح العشاق والمحبين بالانتصار على الطائي 3-1 في لقطة للسومة في مباراة الهدف الثاني تحديدا، ذكرنا بلقطات السومة الشهيرة. فوز أهلاوي بدافع مدرجهم الذي عاد وساند وكان له حضوره وتأثيره، مدرج المجانين منظر يسر الناظرين. مبروك يا أهلاوي، وشخصيا أتمنى إن شاء الله أن تتجاوز هذه الأزمة ولكل حادث حديث. من قمم الزمن الجميل، الاتفاق والنصر، مباراة كان لها طابع وكان لها أجواء، وهذه المباراة كان لها أجواء. أراد الاتفاق أن يتشبث وأن يتجاوز مشاكل هذا الموسم ويصدرها مرة أخرى للنصر، وقد حدث ذلك بعد التقدم بهدفين مقابل لا شيء لكويك بهذا النجم وهذا اللاعب المميز بصراحة يقدم مستويات رائعة، وضرب الاتفاق بالهدف الثاني حال الطرد في نهاية شوط المباراة الأول، غيرت من مجرى المباراة. يعود النصر في الشوط الثاني بخطرة من المدافع ومن ثم بهدف بيتي. على فكرة الفترة اللي يقضيها بيتي هي فترة أفضل من فترة الإصابة. باعتبار هذه النتيجة أعتقد أن النصر ودع المنافسة على بطولة الدوري، وتبقى المسألة مسألة تحسين مراكز. النصر كوكبه من النجوم مع فراغ إداري وفني، ودائما الإدارة والأمور الفنية مهمة جدا في قيادة النجوم. ما ندري نقول مبروك ولا هارد لك، لكن شكرا لهالمباراة.
أشدت كثيرا برائد التحدي هذا الموسم، ولكنه تراجع في فترة من الفترات. الهلال وثقافة الاستمرارية، ولكن الفارق الكبير في نسبة الاستحواذ، في السيطرة، في عدد التمريرات، ما تليق بفريق من فرق الوسط أمام فريق من فرق المقدمة. ندرك أن الهلال سيكون الطرف الأفضل، ولكن المبالغة الكبيرة جدا اللي كانت من الرائد جعلت حتى مدرب الهلال يسحب مدافعين ويشرك مهاجمين. كالعادة ماريجا يثبت أنه صفقة ناجحة، صفقة مميزة في كرة القدم السعودية. فوز الهلال أنا آسف جعله يتقدم على الشباب بفارق المواجهات وعلى النصر، وأن يكون هو الطرف الوحيد تقريبا المنافس للاتحاد. وستكون قمة الدور الثاني في جدة بكل تأكيد هي من القمم المنتظرة. بعض يقول حظ الهلال، أنا أقول ثقافة الهلال. وتبغي دليل؟ بعطيك دليل ودقيقتهم. وفي مباراة مثيرة كالعادة في قمة الجولة بين الشباب والاتحاد في الملز، صدارة الاتحاد لا تهتز، حيث انتصر بهدفين مقابل لا شيء. المباراة كانت مفتوحة بطابع عام، تشكيل غير صحيح دخل فيه الفريق الشبابي، بينما كوزمين كونترا لا زال يثبت يوم من بعد آخر أنه مدرب والقرار الفني الأفضل في دوري هذا الموسم. تفوق في المجمل العام في سيطرة استحواذ نسبي للشباب أعلى، في عدد تسديدات أعلى بفارق تسديدة، لكن شوف التسديد على المرمى بتحصل أن الاتحاد أكثر وفرصه أخطر. مع ذلك المباراة ابتسمت للاتحاد، وكان ممكن مع تقدم لاعبين الشباب كان ممكن تتعزز النتيجة في أكثر من لقطة. في هذه المباراة في نجوم وفي أسماء، لكن في البداية خلوني أتكلم بما أن القمة لازم لها تغطية خاصة. خلونا نستعرض تشكيل الفريقين في البداية. من رجال المباراة بالنسبة لي مهند الشنقيطي. مهند الشنقيطي قدم مباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا. عودة زيادة الصحفي أعطت عمق لدفاع الاتحاد بشكل ممتاز. عودة حمدان الشمراني لمركزه، مركز الظهير الأيسر. أندري وبرونو بصراحة مستويات عالية جدا، روما ما تتكلم عنه. فهد المولد دقائق اللي لعبها بشكل ممتاز. عبد العزيز البيشي أصبح ثقة مع خبرة مع نضوج. هارون كمارا سوء طالع، لكن هذا ما يمنع أنك تتكلم عن لاعب يتحرك يتمركز يحاول بشكل ممتاز. إدارة للمدرب بشكل ممتاز. في الجانب الآخر بتشوف أن شاموسكا بيته في الدكة في مباراة أنت تحتاج لها، وعندك العمق الهجومي مفقود. في نقاط ضعف في التنظيم الدفاعي. فواز الصقور كان أيضا من رجال المباراة اللي حاولوا. بانيجا كان من رجال المباراة اللي حاولوا، ولكن إقروهي عنصر مهم جدا في فريق نادي الاتحاد، يقدم مستويات ممتازة، تراجع في بعض الأحيان كحال أي لاعب، ولكن مع ذلك إقروهي يبقى عنصر مؤثر فيستحق التحية والإشادة. حالة الهدف الثاني لرومارينيو تدرس، فهو من ضغط على حارس المرمى، هو من استقبل الكرة في المرة الثانية، هو من مررها في المرة الثالثة، هو من ذهب وتمركز ولعب الكرة في المرمى. رومارينيو حالة عالية فنية عالية في الدوري السعودي، استحق يا روما. جمهور الأهلي بعد أن ترك تويتر قليلا واتجه إلى مكانه الطبيعي المدرجات، شفتوا تأثيركم؟ شفتوا متعتكم؟ شفتوا صوتكم؟ شفتوا لمستكم؟ أنتم جمهور مؤثر. لما يذكر الدوري السعودي وجماهيريته يذكر النادي الأهلي معاهم. المهم أنت تعرف دورك يا أهلاوي. الفيحة 9 كلين شيت، رقم رائع. فريق جماهيريته مش كبيرة، لكن ما في أضواء إعلامية عليه. أنت فريق محترم، أنت فريق إدارتك تعمل، أنت فريق تستحق الإشادة والثناء. تحية لكل فيحاوي على هذا العمل. الآن الفقرة التحكيمية بنقدمها بطريقة مختلفة عن أبرز الحالات اللي أثارت جدل في هذا أو في هذه الجولة. نشوفها بطريقة مختلفة وبنقولكم شو قالوا الخبراء وبقولكم شو رأي المتواضع. مثل ما تعودتوا أقول رأي الخبراء وأقول رأيي. في أكشن يا دوري محمد فودة قال ليس قحطاني في SCC ليست ركلة جزاء، وأنا أذهب أنها ليست ركلة جزاء. هنا الحكم يشير بعد العودة بالفار. هذه أيضا اللقطة طبعا ما كان أن تكون صحيحة. هذه أيضا حالة أخرى، هنا طرد مدافع أهلكم الأهلي موجود هنا. طب ترى على بركتين
نجم الجولة من اختياري المتواضع نشوفه في الفيديو القادم. ولد مع حمدان، عرضية حمدان، الله لا لا يا عمي. الحضور الجماهيري في هذه الجولة، المباراة اللي شهدت أكبر حضور جماهيري هي مباراة الرائد والهلال اللي تجاوزت 20,000 متفرج. جمهور الهلال كان حاضر بعدد كبير جدا، كان متواجد، كان مؤثر، وحتى الأمهات اللي حضروا كانوا يخلطون. تحية لجمهور الهلال في القصيم. أفضل مدربي الجولة من وجهة نظري الشخصية هو كوزمين كونترا، المدرب الذي يقود نادي الاتحاد بهذا العمل الجميل. أن تمتص خسارة من الهلال في منافسة مباشرة وأن تلاقي الشباب المنافس الآخر، تسترجع عافيتك، عملية استشفاء، عملية التحضير المعنوي والنفسي والخططي، هو نجم الجولة كمدرب. أرقام وإحصائيات بعد انقضاء الجولة 24. المنافسة الكبيرة على صدارة الهدافين هذا الموسم الآن إيجالو ب 16، توامبا 15، روما 15، تاليسكا 14، زيلايا 12، عبد الرزاق حمد الله 11، وكريم البرقاوي 11. من سيكون هداف الدوري؟ صانع الأهداف موتيس بيريرا لا زال على الصدارة ب10، بنا يوتيس الفيحة طبعا ب9، كورنادو 8. القائمة هذه ما تغيرت كثير، وتحديدا من الجولة الماضية أو قبل الماضية نفس ما هي. الأكثر تأثيرا ومساهمة ما بين التسجيل والصناعة، روما 15 هدف مسجل و6 صناعة، يعني أثر في 21 هدف. إيجالو 16+3، توامبا 15+1، تاليسكا 14+2، والقائمة أمامكم. هذا ما لدينا من خلال هذه الجولة. ندخل الآن على أسئلتكم والمختارة من ضمن مشاركاتكم.